بإمكانك متابعة العزف، هذا لن يزعجني أبدا. من أرسلك لتنظفي هنا؟ الحكم بالأعمال الشاق. تعتبرين أنني ظلمتك؟ أنا لم أتعود العمل في بيتي، فجاء ظلمك فرصة لي لأختبر مدى فائدة العمل. إذن اعملي جيدا. شيء جميل، جميل جدا. لا لا، تفضل اجلسي واتابع المطالعة. أنا أحب الفتاة المثقفة التي تقرأ. اعتذر، ولكن هذا الكتاب يضحكني. ما الذي يضحكك في هذا الكتاب؟ هل قرأته من قبل؟ لم يبقى كتاب ولم أقرأ. وما الذي يضحكك في هذا الكتاب؟ بطل القصة يغار على البطلة ويرجوها ألا تتركه. تفضل، أرجوك تفضل اجلس. تفضل. ما تعليقك على هذا الموقف؟ البطل يقول كلمته ولا يترجى. لماذا؟ الغيرة مرض، ولم يكن المريض يوما بطلا. أليست الغيرة دليل الحب؟ لا، الثقة هي دليل الحب. تعنين أنه على البطل أن يكتم غيرته في صدره؟ أعني أنه على الرجل والمرأة أن يتركا نهر الحب يغسل صدرهما من كل شك وغيره. وماذا تعنين بهكذا حب؟ الإيمان بأن الإنسان يحب مجانا وبدون شروط. هذا جنون. هذا حب. وأخبث ما في هذه الحضارة أنها علمت الكبار أن الحب جنون. على كل حال، هذه مجرد قصة. لأنها قصة كان من اللازم ألا يتشوه وجه البطل، لأن فيه تنعكس كل الوجوه. ألا تريدين أن يمرض البطل أبدا؟ بلى، إنما أن يبقى بطلا حتى في مرضه.
أنت غريبة يا ميرا. أتدري يا عصام إن ميرا هذه على درجة كبيرة من الذكاء والعمق؟ ومتى اكتشفت ذلك؟ أمس هنا في الصالون تناقشت معها حول هذا الكتاب، فكانت مقنعة وراقية. ألست نادما على عنترياتك معها وأحكامك الاستعراضية عليها؟ طبعا لا، كنت صادقا في كل ذلك. تريد أن نرفع عنها كل الأوامر ونعتبرها ضيفة عابرة على يختك؟ أنا لا يهمني اشتغلت أم لم تشتغل، وإني أعترف أمامك أن تصرفي معها كان تحت تأثير الصدمة الأخيرة. تريد أن نتحدث إليها معا؟ ولم لا؟ مثلا سأحضرها.